احمر بتحب الرسم بالوان روح قلبي باباها ومامتها وملاك على هيئة انسان تعبت وما حسش بتعبها غير ماما وبابا اللي عشان خاطر وردتهم فرحتهم كانت دعوتهم بإيمان راحوا بيها 57 واتمنوا يلاقوا لها مكان تتعالج وتذاكر فيه وتكمل تعليمها كمان هناك الكل استقبلها بالحب وحست بأمان وحالتها بدأت تتحسن وعلاجها بقى في الإمكان رجعت ضفايرها وضحكتها وجمالها بقى زي هي حدوتة كل أم موجودة في فريق 57-357 قدمت وقتها وجهدها وعلمها لرعاية أطفالنا 57-357 رحلة علم هدف على الحياة.